تحية للحركة العظيمة للعاملين في مصر الذين يدفعون حقهم المدفوع في حد أدنى الأجور 1200 جنيه. حقق قدر من العدل في هذا الوطن، حياة كريمة لائقة بالمصريين، وصول إلى حد الفقر أو حد الكرامة. أنا معهم في وقفتهم يوم في مايو وما بعدها حتى نحقق بسواعدنا ووحدتنا ونضالنا ما ينبغي أن نأخذه من حقوقنا. حمدين صباحي، نائب الشعب.